فضيلة الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلدهم، وأقام في بلد بعيد عن بلدهم بنية الاستقرار، ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟ نعم أم لا؟ إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافرا ما دام على نيته الأولى. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، ولما فتح مكة قصر، وفي كذلك وفي حجة الوداع قصر. اسمع شيخ، وإن كان في نفس هذا البلد، بلده الأول، زوجته وأولاده، حتى وإن كان زوجته وأولاده فيه.